النهارده هنستكمل باذن الله اسئله الشفوي مع باسل في جي او تي. ازيك يا باسل؟ هنبتدي الاول بيزك الكتريك بريزم. ايه هو؟ بيزك الكتريك بريزم ده تو ويز سبونتينيوس ريتمك ريبورتيشن اند ريبورتيشن. تعملها في حاجه اسمها انتوسيشن تيب اوف جاجر. تمام. ودي مسؤوله عن الموتيفي بتاعت دلوقتي كلها ازاي؟ مسؤوله عن الاكتريك هسألك يا باسل سؤال كله أرقام. البيزك إلكتريك ريزم يا ترى أرقامه بتبقى كام؟ في الديوديوم كام في الدقيقة؟ الديوديوم هيبقى 9 16 12 صح؟ والإليوم 9 و 8 ماشي. طيب لو اتكلمنا في الكولون بيبتدي كام؟ بينتهي كام؟ ينتهي 6 تمام. هل البيزك إلكتريك ريزم مسؤول عن فكرة الكونتراكشنز اللي هتحصل؟ يكون عارفين مكانش هو اللي بيعمل سبونتينيوس ويف وفيبريشن ودوبريشن. لو في ستيمولس موجوده صح. ايه الستيمولس؟ اما ميكانيكال اما هرمونال اما نيرفس. تمام. ميكانيكال هو الفود وكل الناس عارفه كده. نيجي بقى للهرمون. ايه الهرمونز اللي انت تعرفها في الجي اي تي بصفه عامه؟ عندنا انجستين هرمون. تمام. سكريتين كورتيزول. تمام. بعدين عندنا جي اي بي وبي اي بي كمان موتيلين. تمام. نيجي بقى نمسك واحده واحده بسرعه. الجاسترين بيعمل ايه الاكشنز بتاعته؟ الجاسترين اول حاجه يظهر زي ازاي؟ عن طريق كذا حاجه. اول حاجه دايركت سيميشن اوف بارادسين. تمام. او اندايركت عن طريق اللي هو هيشتغل تيوبرومافين سيل من الديفرنت سيستمين برضه هتزود الشورت بارادسين. تمام. دي نقطه مهمه. ايه الاكشنز الثانيه بتاعته؟ هيزود هيشتغل على الشيف سيل هيزود ديبسيميشن هيزود كثافه الاليوم كده. تمام. هيعمل هيزود هيفتح البيشن اوف اليو سي كالفار وهيزود الماكس الماكس البوم الموفمنت بتاعت الكوره. تمام. طب الجسترين طالع من ايه؟ مين الراجل في الفيلسوف؟ جي سيل او تي جي سيل في الجي او تي. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ده بقول التايب او يعني هو 17 امينو اسيد و34 صح. هل ممكن الجي الجاسترين يطلع من نيرفس؟ نيرفس عندي فيجاس بس عشان النيوتروبس بتاعت الفيجاس اللي هو جي ار بي اللي هو الجاسترين اللي بيزيد بتاعتي. تمام. الجي ار بي كان هو ده هرمون وليه اسم تاني؟ اللي هو جي اي بي جاستريك انسولين ديبندنت جلوكوز ديبندنت انسولين ترافيك. طيب برافو. طيب الجاسترين كلنا عارفين هو بيزود الاتش سي ال. مين اللي قلل؟ مين اللي قلل؟ عندنا اما السكريتين والكوليسيستوكاينين وجاستريك انسولين. تمام. السكريتين والكوليسيستوكاينين الاثنين دول ايه الاكشنز بتاعتهم؟ تمام. السكريتين اول حاجه بس الاستمرار بسرعه. السكريتين هيشتغل امتى؟ لما يزيد السبيشن ويف جدا. تمام. اما الكوليسيستوكاينين هيزيد لما يكون في فات برودكت او بايس سبيشن. السكريتين هيعمل كوليريتك اكشن عن طريق يزود البايس سنسز في الليفر وهيزود الكريتك الكلاين كمان الكلاين سبيشن. تمام. اما الكوليسيستوكاينين هيعمل كوليريتك اكشن او هيعمل كونتراكشن كولابوج اكشن. تمام. وكمان هيزود بنكرياتك انزيماتك سبيشن. كل واحد بيزود شغل تاني. كل واحد بيديك دروبك افكت على سموث جاستري. كل واحد بيعمل انتجريشن جاستري كتير. وكمان بيعمل فاستلايزيشن. تمام. كوليريتك اكشن يا باسل مين الحاجه مين اقوى كوليريتك اكشن؟ كوليريتك يا باسل البايل سولز. بايل سولز. تمام. هي البايل سولز والسكريتين. بايل سولز ده الجرار لنقطه مهمه جدا. هو البايل سولز ايه الاكشن بتاعته؟ البايل سولز ايه الاكشن بتاعته؟ اول حاجه هتساعد في الديجيشن والشفات عن طريق حاجتين يا اما الماكسيكيشن انها هتكسر اللارج فات بارتكل هتعملها سمول وان او الناحيه الثانيه عن طريق تعمل ستيميليشن اكتيفيشن بالكاتيك انزيماتيك سكريشن المسؤول عن لازم الجماتيك لايفيز عن الفتش. بعد كده بتعمل ابزوربشن عن طريق ان هي تعمل ميسل مايتل ميسلز واللي دي فيها بحيث ان يبقى الفات جوه في الكور اللي هو نون بولر. اما البايت سكوت اللي هو الاجزاء بولر منه هتبقى موجوده على بره بحيث ان التور سايز اللي هو اسمه ديزا تقدر تعملها ديجيشن. وكمان تاني حاجه هنتكلم عن سيركيليشن انتيرو فاتيك سيركيليشن اللي هو 95% منهم ريابزوربشن تاني عن طريق البورتال فين. البورتال فين وبالتالي بيعمل كالوريتك اكشن على الليفر بيخليه ستيموليت
اللي هو يصنع 5% تانيين الناس في الستور. تمام. وكمان لو جبنا الستيرو تيونز عن طريق اللي هو يعني يزود نسبه الستيرو بايسوس 1:13 ده البايسوس كتير قوي بتسمع في الستيرو. في نقطه مهمه جدا يا باسم، هو ايه الفرق بين الليفر بايل وبين الجول بلادر بايل؟ الليفر هي بتعمل البايل نفسه، تمام، بيروح للجول بلادر بيحصل له ستورج، ستورج كونسنتريشن انجارد ستورج، هي كونسنتريشن وستورج. وكمان اللي هي هيبقى فيه في الجول بلادر هيحصل له ابزوربشن على مواد سوليدز او ايونز عشان احصل لها عشان اعمل كونسنتريشن، وكمان بفرز بعمل ابزوربشن من البايتروبين عشان ازود الاسيديفيكيشن بحيث امنع ان هو يحصل ستونز. هو كلامك حلو يا باسم، بس انا كنت عايز اركز على نقطه الارقام، اسمح لي ان انا اقولها. الليفر بايل بيبقى تقريبا متر. يبقى 60. تمام. في فرق تاني في الارقام، انت قلت جمله جميله 7.8 منها 7 بس. وفي نقطه ثالثه، ان البايكربونات اللي هيبقى فيه الجول بلادر هيكون اقل، عملت اسيدفيكيشن يبقى 10 ملي كويفلنت بير لتر، كارقام دي مهمه، لكن البايكارب اللي في الليفر بايل يبقى 28 ملي كويفلنت بير لتر كده. كلام جميل. طيب في سؤال مهم انا عايز اساله في الحته دي، ازاي نعمل ريجيليشن للليفر بايل؟ ريجيليشن للليفر بايل عندنا اما يمكن نعمله عندنا اهم واحد عندنا البايل سول، ده اهم واحد بيعمل كالوريتك اكشن او الليفر بيعمل سكريشن سايز سكريشن عن طريق اللي هو بيرجع عن طريق الروبوتك سكريشن. كلام جميل. الناحيه الثانيه عندنا سكريتين. تمام. ده هرمونال، ده هرمونال هرمونال سكريتين، ده عن طريق اللي هيزود الووتر والبايكربونات الموجودين في الليفر سكريشن او كالوريتك سكريشن. وكمان في حته ثانيه اللي هي الكوليستوكاينين مع الكولاجون اكشن بتاعهم. تمام. من ناحيه اخر واحده اللي بقى النيرفس اللي هي هتبقى السفاليك، هتبقى السفاليك فيز عن طريق الفيجاس. الفيجاس هيشتغل هتزود الليفر، هتقول طبعا هاي كونديشن ده كونديشن اللي هو سكيني وهاي كونديشن لو في فوت في الماوس، بعد كده هتزود الليفر برضه عن طريق اللي هو هتزود الووتر. وفكره برضه السمباثيك والباراسمباثيك بيشتغلوا عكس بعض، ان الباراسمباثيك بيعمل كونتراكشن للجول بلادر وطبعا بيفتح السفنكتر اوف مودي كده. كلام جميل. ده يجرنا لنقطه مهمه قوي في البايل، مع كلنا عارفين البيليروبين، وعارفين البيليروبين ازاي بيبقى ابليك طبعا بالالبومين وبيدخل فيه الليفر. عايز اطلب منك حته بسيطه، دور الليفر ايه مع البيليروبين؟ الليفر هياخد البيليروبين، بعد اول حاجه بيبقى فيه بيليروبين هيسيب الالبوم بتاعه، يدخل البيليروبين بتاعه هيعمل له كونجيكيشن. تمام. كونجيكيشن عن طريق مع اما الجلسين الجلسين تمام توريك اسيد. هيعملوا ايه بقى؟ هيعملوا كل البيلوجين اللي هو كونجيكيتد بيلوجين هيفتح 70% منهم تيستنج، هنشتغل على الماتيريال الحبوب بيولوجي. طب قبل ما اروح للتيستنج اسم الانزيم ايه؟ اللي جاي بيساعد على الكونجيكيشن اللي هو الكلوكيورناين ترانسفيريز انزايم. تمام. بعد كده يوصل البايل طب عايزك تقول لي البرسنتج. 70% هيروح في التستنج، 10% هيروح في الكدني، 20% دي ابسوربشن تاني. تمام. وساعات الارقام تبقى مختلفه، ان 50% بيحصل لهم هم اللي بينزلوا في الستولز طبعا بيقولوا بايلينوجين، وبعد كده ستيركو بايلينوجين ستيركو بايلين. كلام جميل جدا. ايه الفرق بين هيموليتك وستراكتيف وهيباتيك جولز من حيث اليورين والستول؟ يعني مين فاتح ومين غامق في الانواع الثلاثه؟ تمام. هنتكلم اول حاجه على الهيموليتيك. تمام. الهيموليتيك ده اول حاجه بيبقى كتير قوي للبلاتيز، هيحصل له استراكشر كتير قوي. تمام. فبالتالي الهيموجلوبين كل جلوبين هيزيد في البلاد. طب ماشي، كل جلوبين لما هيزيد في البلاد هيروح للكدني، هيحصل له هينزل، فهيخلي اما ريون اما نورمال او سلايتلي دارك. تمام. اما الفات والستول نورمال عادي. مفيش مشاكل كبيره. نيجي في الهيباتيك جوندس، دي مشكله في الليفر نفسها، الليفر سيروز او الهيباتيس. كل بروتين يعني كده الهيموليتيك ديستول هتبقى غامقه ولا هتحقق؟ نورمال عادي. لا بس الهيموليتيك هتبقى غامقه. صح هتبقى غامقه. طيب لو هيباتيك واوبستراكتيف هتبقى بيه وهيبتدي بيه. كده كلام جميل. هسالك سؤال حته بسيطه جدا يا باسم، فاندنبرج رياكشن تعرفه؟ هو الفكره بمنتهى البساطه ايه؟ ان البيلروبين اللي ماسك فيه الالبومين انا عايز اشيل الالبومين منه، فبحط الكحول
حاجه تفك الاثنين من بعض، واجي ابتدي اشوف يا ترى شكل الهيموجلوبين هيتغير ولا لا. بيبقى تقريبا بينك فيه الاوبستراكتيف جوندس، يعني مجرد فكره مش اكتر. طيب في سؤال انا عايز اساله، نرجع تاني للهرمونز. احنا قلنا الجاسترين بيعمل ايه، كوليستوكالين والسكريتين، في هرمون اسمه في اي بي تمام فازو اكتف انتستاينال بيبتايد، هو دول ايه؟ اول حاجه هيعمل الجاستريك سيكريشن، وهيزود الستاينال سيكريشن او الفالانج ستاينال سيكريشن تمام، هيعمل انيبيشن سموس ماسل، هيعمل انيبيشن للبلاد فلوز، كمان هيساعد الاكشن بتاع الستايكولين على السليبر جلاند كده. كلام جميل. طيب في حاجه ثانيه اسمها موتيلين، ده مسؤول عن الميجريتنج موتيلتي كومبلكس تمام، هي الميجريتنج موتور كومبلكس. طب دي مسؤول عن ايه؟ دي مسؤول عن الاستاذ اللي هي مسؤول عنها بتوصل الاكل في ساعه ونص ساعتين ونص من الاستومك لغايه اخر الهيليوم بالظبط، اللي هو فكره الكليرنس او الهاوس كيبر. طالما قلت البريستالسيس ده كورونا، سؤال مهم، ايه الفرق بين سيجمنتيشن والبريستالسيس؟ سيجمنتيشن والبريستالسيس دي البريستالسيس انا مسؤول عن سيجمنتيشن، البريستالسيس دي يا اما موجوده في الانترا بتاع الاستومك، السيجمنتيشن موجوده في الاسمك الاندرم بتاع الاستومك عن طريق حاجه اسمها ريترو بارشن، اللي هو الفالورس مقفول انترم فيها سوق كتير قدام كونتراكشن، فالفوت هيروح هيلاقي السكه مقفوله هيرجع تاني، وبالتالي بقى اقدر اعمل ميكسنج كمان، والسكتر بارش اوبن بحيث ان هو يطلع الاكل بس يكون سن تمام. مين فيهم نيوروجينيك ومين مايوجينيك؟ نيوروجينيك ومايوجينيك، المايوجينيك اللي هو ادرم مايوجينيك، الثاني هو النيوروجينيك عن طريق السلو ويفز تمام، والمايندريك بلكسس تمام كده. كلام جميل. في سؤال مهم انا عايز اساله في الحته دي، البريستالسيس اللي قلت تعرفها، تعرف حاجه اسمها انتي بريستالسيس وموجوده فين؟ انتي بريستالسيس او بيسموها بريستالتيك رش، دي موجوده في سمول انتستن، دي اثناء الفوميتنج بيحصل بالعكس. دايما البريستالسيس بيقولوا لفظ يا باسم غلط شويه في الكتاب، ان هو بيتحرك اين الوردز، يعني دايما بيتحرك من قدام لورا، دي معروفه، لكن لو من ورا لقدام لو عايزين نعمل فوميتنج ده انتي بريستالسيس. لو اتسال ايه هي الانواع، طيب سؤال، طالما جبنا سيره الفوميتنج، وات ار كوزز اوف فوميتنج؟ كوزز اوف فوميتنج عندنا اول حاجه انترجاستيك او اوت جاستيك. انترجاستيك لو في مثلا واحد حبس مربوع او منتال انسترومنت او منتال انسترومنت او تانج زي الفاجن ديبريسور او في ريتيشن للستومك او الجاستيك. الناحيه الثانيه بقى عندنا اما سريبر هيموريج تومر في السريبر حصل هيموريج او بين او سيجنيك مهتمين الحواشي او تبلش او في تحنان بعد كده او سوميشن او اس تي تي زي اللي هو كيمو سيكتوري مسؤول عن البروتين واخر حاجه من الموشن سيكتور. طيب عايز اسالك سؤال مهم، هو مين الفوميتنج سنتر؟ هل الكيمو ريسبتور تريجر زون ولا مكان تاني؟ الفوميتنج سنتر في حاجه لا، هو اللاترال ريتيكولار فورميشن هو في البرين ستام، لان في ناس كتيره فاكره الكيمو ريسبتور تريجر زون. طيب الفوم في الفوميتنج، هل الاستومك اكتف ولا باسيف؟ لا باسيف تمام، انها بتتعصر الابدومينال ماسلز تمام، وبنعمل فورس اكسبيريشن اجينست كلوز بلوتس والكلام اللي انت عارفه. هو اثناء الفوميتنج بروتكتيف ريفلكسز ولا لا؟ في طبعا. ايه هم؟ في الاول حاجه بعمل انفيشن الاكسبيريشن تمام، اليوفيلا هتطلع لفوق بحيث تفتح تقفل من فتحه النوز تمام، التراكيه هتترفع بحيث تبطل البلوتس بحيث تمنع الاكل يدخل في التراكيه تمام، وبعد كده بقى نعملها ممكن اكل نفسه بقى الى الكونتراكشن اوف ابدومين ماسل وسبيراتوري ماسل وطبعا الفيشن اوف ذا لارينكس ويتغطى بالايبي بلوتس. كل ده كلام جميل جدا، ده هيجرنا لنقطة مهمة قوي، إيه مشاكل الفوميتنج؟ إيه مشاكل الفوميتنج؟ أولا هخسر كتير قوي من السيرة فلو بتاعه، هيحصل دي هايدريشن تمام كلها بتوع الشغل بس، هيحصل هايبوكاليميا ممكن يلعب في أريزميا تمام، هيحصل كتوزيس، كمان هخسر الـ HCL بتاعي ممكن يحصل ميتابوليك أدريوسيس تمام. كده كلام جميل. في نقطة مهمة في السلايفا، هو إزاي السلايفا بتتكون؟ السلايفا بتتكون عندنا نوعين من السلايفا، عندنا برايمري وسكندري سلايفا. برايمري سلايفا دي هي المسؤولة عنها السيلار سيل تمام، اللي هتاخد الكونتنت بتاع البلازما نفس هتبقى ايزوتونيك مع البلازما بالظبط تمام، مع طبعا البروتين هتطلع في الضغط بتاعتها اللي هي ضغط سيل، هتعمل ري ابزوربشن للسويزم كلورايد وهترمي بايكربونيت، وهي امبريمبل تبوظ، فبالتالي هيطلع السلايفا بتاعتي هايبوتونيك.
فيها صوديوم كلورايد اقل من البلازما هي هيدروجين اعلى من البلازما. طب لو السليفري فلو سريع هيأثر ازاي في الكونسنتريشن اوف ايونز؟ في كل حاجتين هيبقى اول حاجه هتبقى ليس هايبرينج تمام الصوديوم كلورايد هيبقى موجودين اكتر بس لسه اقل من البلازما تمام البايكوبريت هيبقى موجود اعلى بس لسه أعلى يعني اقل على سنه بس لسه اعلى من البلازما. ايه الفرق بين كونديشن تو ان كونديشن ريفلكس بسرعه؟ كونديشن ريفلكس ده انا محتاج بريفس اكسبيرينس محتاج انت سيرفر ريفلكس ده لما بشوف مثلا اشوف حاجه اشوف اكل اشوف اشياء من اكل اعمل اشوف اسمع اعمل اكل فبالتالي هعمل سيميليشن ريسبتور سبيشال سنس هتطلع عارف انت روح الكورتكس هيعمل سيميليشن سواء بقى بحسب تكوين الفيكس تمام اللي هو السليفري نيوكليس اما الناحيه الثانيه اما فوت موجود في الماوس هيعمل سيميليشن كان ماوس ماوس ريسبتور اللي هتبعت عن طريق الخمسه او خمسه وسبعه وعشره جين نيرف هتروح النيوكليس يوتيريس برضه هترد 9 7 و9 اللي هيشغل السيرفر جلاند برضه هيعمل تمام. ايه فايده السلايفه بسرعه يا باسم؟ فايده السلايفه اول حاجه اكسبليشن عشان تسهل الكلام بتاعك هي انتي بادي في بتعمل بافرنج افكت عن طريق ان انت تعمل ساتوريشن كالسيوم تمنع بنت شكل الاسنان صح. طب اسالك سؤال طب وليه بعمل بمنع الساتوري او ساتوريشن كالسيوم مهم ازاي في الدنتال كيس؟ عشان الفود ده يبقى اسيد فالاسيد بيزود سيرويت بتاعت الكالسيوم برافو صح. طيب لو زادت سيرويت هيحسب كالسيوم الاسنان هيحسب لك كده تمام فبالتالي لازم اعمل حاجه على الكالكزيشن تمام فبالتالي بعمل كده بمنع شكل الاسنان بعد كده بيساعد في الديبيوتيشن والتنشيشن ستريشن اوف بعض البوست برودكت زي بعض ستريشن بعض الحاجات اللي هي دار بوست برودكت مثلا بعد كده حاجه الهيت ريجوليشن والووتر ريجوليشن تمام. وطبعا ده في البانتي انيمالز تمام. تعرف حاجه اسمها زيرو ستوميا؟ زيرو ستوميا تمام دي لما يعني يعلى الكوليسترول قوي ولا دي يعلى الكوليسترول صح؟ ده مرض بيقلل السليفري سكريشن بيخلي السلايفا دراي او الماوس دراي دي فكره. طيب لو جينا على الاتش سي ال طبعا مش هقول لك اشرح الميكانيزم بتاع الاتش سي ال بس انا عايز اركز على نقطه مهمه هيدروجين بوتاسيوم طبعا موجوده فين بالظبط؟ علمنا الاوردر تمام اللي هو الايبيكال اوردر صح بيدخل هيدروجين هيدروجين انت ممكن بوتاسيوم وبوتاسيوم يرجع تاني بالبوتاسيوم كده كلام جميل. مين الدراج اللي يوقف الهيدروجين بوتاسيوم بامب؟ الهيدروجين بوتاسيوم الهيدروجين بلوكر الهيدروجين بلوكر اسمه اومي برازول تمام ده كلام جميل جدا اومي برازول. لو بالنسبه للكلورايد ممكن تقول لي الكلورايد يا ترى عند البيزو لاترال بوردر كان بيتحرك ازاي وعند الايديكال بوردر بيتحرك ازاي؟ عند البيزو لاترال بوردر سكندري اكتف عن طريق البايكربونيت هيطلع تمام هيدخل هيدخل مكانه الكلورايد تمام اما نحن هيدخل بس طيب تمام عن طريق كلورايد الشانلز بتاعته كده كلام جميل. طيب لو جيت قلت لك ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الاتش سي ال سكريشن؟ تمام اول حاجه استايك جرين هيطلع من 3 ريسبتور تمام هيزود الكالسيوم تمام بعد كده عندنا الجاستريم هرمون اللي هيشتغل على الجاستريم ريسبتور هيعمل بقى تو افكت اما دايركت افكت هيزود الكالسيوم برضه تمام او اندايركت عن طريق التيوبر بلا ستيميليشن هتزود الهستامين اللي هيشتغل على اتش 2 ريسبتور اللي هتزود السايكل اي ام بي تمام اتش 2 ريسبتورز الاتش 1 ريسبتور موجود فين؟ تمام في الاسبيراتوري باسجز تمام ده هيوصلنا لنقطة مهمة. لو أنا أنت قلت لي التلاتة دول جاسترين هيستامين ستايكولين بيزودوا الاتش اس ال طب لو أنا عايز أقلل الاتش اس ال بروستاجلاندين البروستاجلاندين دي جي 2 وكمان عندنا اسمه دي بس عن طريق الاتش اس ال اللي بيعمل مش وفي طريقه ثانيه برضه يا باسم ان الايه استايكولين يقف بالاتروبين هتمسك كل واحده وتشوف مين الليتر ويستامين بالسايميتيدين تمام ودي نقطه مهمه جدا. طيب في سؤال مهم عايز اساله في الاتش اس ال احنا عارفين هما ثلاثه فيزز اللي هو الكنترول بتاعه عندنا جاستريك كيفاليك وجاستريك وانتستاين مين اهم واحده في الثلاثه؟ جاستريك سكريشن على الاتش اس ال اهم فيز كيفاليك جاستريك انتستاين اختار اهم واحد بحيث لو بيزود السكريشن بتاعه بيقلله اللي بيزود السكريشن
الجاسلس اللي هو 70%. سألت السؤال لان في الحته ممكن الناس اللي سمعانا الكفاءه 25 او 20% بس فيشن و70% جاسلس. السؤال اللي انا عايز اقوله عايزك تثبت لي بكلمه واحده الكفالك فيس ان ال HSL طالع من البرين قبل ما يوصل للستومك. HSL طالع من مين؟ الكونديشن ريفلكس ادريسيشن اوف الكورتكس. تمام. وفي واحد اثبتها يعني اسمه واحد يعني تيست او اختبار اللي هي الشان فيلينج. الشان فيلينج ان احنا هنجيب الضغط نعمل له فتحه في الايسوفيجس بتاعته، فطبعا كل ما يجي ياكل الفتحه دي هتخلي الاكل ينزل لورا مش هيروح للاستومك وجمعه حطه قمع تحت الاستومك. ال HCL اللي اتجمع من الاستومك كان نتيجه ال HCL اللي البرين افرزه، يعني هو ما نزلش حاجه في الاستومك عشان الجاسترين يشتغل. طب دي نقطه مهمه جدا. في نقطه انا عايز اسالك فيها، في الجاستريك فيز كان بيتشرح بطريقتين نيرفس وهرمونا، تقدر تقول لي بسرعه ازاي اللي بيحصل؟ تمام. لما نيجي على النيرفس لما اول حاجه الاستومك موجود عندنا اول حاجه ستيشن الاستومك او مثلا في بروتين برودكت او مثلا في كافيين موجودين هيعملوا ايه؟ لونجر شورت ريفلكس عن طريق الميتريك ريفلكس. تمام. ولونجر ريفلكس عن طريق الزيجاس دول النيرفس. هي شورت عن طريق السب ميكوزال ريفلكس. السب ميكوزال عشان السكريشنز. السب ميكوزال ريفلكس. واللونج عن طريق الفيجاس. تمام. لما بقى الهرمون عن طريق دايركت سوميشن الجي سيل. تمام. دلوقتي عندنا الميتريك السب ميكوزال ريفلكس والجي سيل اشتغل. السب ميكوزال ريفلكس هتستولى استايكولين هيشتغل على الشي سيل والارجا سيل هيزود الاتش سي انفكيشن. الجي سيل هتفرز جسترين هيشتغل عن طريق اما دايركت افكت او اندايركت عن طريق جروب فورمولاي سيل اللي هو برضه الاتش سي انفكيشن. طيب في نقطه مهمه انا عايز اقولها، انت قلت لي فيجو فيجل ريفلكس، دايما الفيجاس مهم في القصه دي. هل الفيجو فيجل ريفلكس قرناها في حته ثانيه في الكتاب؟ الريسبتيف ريلاكسيشن اللي هي في الاستومك. تمام حلو. الريسبتيف ريلاكسيشن هو الاستومك دي تقدر تتملي لغايه قد ايه؟ الاستومك اصلا مسحتها 60 ملي لتر بس تقدر تملي لغايه 1000 ملي لتر. تمام. الظاهره دي كان ليها اسم جميل الاسم الريسبتيف ريلاكسيشن. صح. وكان ليها اسم تاني بلاستيسيتي اللي هي القدره ان انا اتملي بحجم اكبر بالظبط باقل بريشر ممكن. ده كلام جميل. طيب ده هيجرنا لنقطه ثانيه في الانتستاينال فيز اوف اتش اس ال. سمعت عن حاجه اسمها انتيرو جاستريك ريفلكس؟ انتيرو جاستريك ريفلكس. تمام. دي موجوده لما الجدر بالعكس يروح الجدر يبقى او يبقى هايبرتونيك او في فات او في اكستنشن للجدر. تمام. هيبعت عن طريق اما شورت ريفلكس برضه يسمى جوز ريفلكس او لونج ريفلكس عن طريق ريفلكس هيقللوا بس كومبليتلي او يعملوا كونتراكشن للثيرويد سفنكتر هيقللوا القايم اللي هو الجدر لغايه ما الجدر يقدر يفضل عنه. ايه هو الانتيرو جاسترون؟ الانتيرو جاسترون دي مجموعه هرمونات اللي بروسيس تايبرين او سكرتين او جاستريك تايب برضه ليهم نفس الميكانيزم هيفرزوا من الجدر هيروحوا للاستون برضه هيزودوا كونتراكشن بتاع الثيرويد هيقللوا القايم. تمام. اللي هو بريستالسيس سكريتين. كلام جميل. انا عايز اقول حاجه، البريستالسيس في الاسوفيجس كانت مميزه في برايمري وفي سكندري بريستالسيس، ايه الفرق ما بينهم؟ البرايمري دي كونتريشن للفات الفرنج بريستالسيس. تمام. ودي لو اكل عادي او كميه صغيره عادي مسؤول عنه وفي الاخر بتفرز في اللي هو سكيلر سكيلتر نيتريك اوكسايد او بي اي بي سمر اكسبيرينس. قبل ما نكمل يا باسم هوقفك سنه، طب لو انا عندي نيتريك اوكسايد قليل يحصل لي مرض اسمه ايه؟ اكاليزيا. اكاليزيا. تمام. مليانه مش عارفه تخرج. تمام. سكندري بريستالسيس. سكندري بريستالسيس دي بقى لو في ديستنشن للسوفيس لو في فود باول فود كبير اما كبير هتعمل ديستنشن هترد تتحدي يا اما سبب كويس ولا بيكس هتعمل سكندري بريستالسيس او عن طريق الفيبس هتعمل برضه سكندري بريستالسيس اقوى او تسوي ميكوزا بريكس سكريشن. اوقفك سنه، سب ميكوزا بريكسس ولا ماينتريك؟ ماينتريك بلكسس. هسألك سؤال، لو انا في اللور اند اوف اسوفيجاس قطعت لك الفيجاس كريستالسيس يشتغل ولا لا؟ السكندري بس لازم اعمل ادخل في الجواز بالظبط اللي هو الاندو تراكيال تيوب، يبقى الفاجوتومي هنا مش هيأثر في السكندري بريستالسيس. كده كلام جميل. طيب عايز اسأل سؤال، الديسفيجيا يعني ايه واسبابه ايه؟ وقول لي سبب ايه؟ الديسفيجيا يعني ايه؟ ان انا مش عارف اكل مش عارف ابلع. تمام. اما
يا اما اللور اكسجين سفنكتر مقفول يا اما اللور اكسجين سفنكتر هو مقفول. تمام. لا لو مفيش سفنكتر مقفول في حاله اكريزيس مفيش مانديبلكس مش شغاله باظت مفيش نيتريك اوكسايد او في اي بي فبالتالي اللي فوق بيجمع في الاستوس بس هيطلع هنعمل اسبيريشن حلو من اسبيريشن. تمام. هسألك سؤال مهم، الميوكس اللي في جي اي تي كان طالع من اماكن متعدده مين هم؟ الميوكس اللي في جي اي تي هيبتديها من اول السيريبرال جلاند بعد كده نطلع على السوفجاس برضه بتعمل سبيش عن طريق عشان وبعد كده نطلع على الاستومك وبعد كده هننزل على الديودنم كمان وفي بنكرياس. نقف سنه سنه، سمعت عن حاجه اسمها في الميوكس سيلز كان في حاجه اسمها سين ميوكس عارف وحاجه اسمها سيك ميوكس وحاجه اسمها نيك سيلز، عايزك تكلمني في الحته دي. السين ميوكاس دي مسؤول عنه البارس الميوساتيك اللي هي السين وبروفيوز ميوكاس. تمام. او دي في حالته مع ريست والدايجستيف. اما البارس الميوساتيك هيعمل سيك وفيسيف ميوكاس. تمام. دي في حالته مع الفايت وفلايت. اما بقى الميوكاس نيكسل دي موجوده في الميوساتيك اللي هي الميوكوزا موجوده في السمك عاديه. تمام. دي مسؤوله برضه هي تفتح الميوكاس. تمام. في سؤال بقى مهم، الميوكاس طالع من الديودينو من جلاند اسمها ايه؟ تمام. وطالع من الانتستين كمان كوبلت سيلز بالظبط كده وبيطلع من الكولون بالنسبه ليه بس عشان لوبريكيشن. تمام. يبقى الميوكس فايدته زي ما قلت اللوبريكيشن والموف بتاعت الفود والكايم والكلام ده كله. السؤال انا عايز اساله دلوقتي بمناسبه الميوكس، ايه هو الجاستريك ميوكوزال باري؟ الجاستريك ميوكوزال باري ده هيتكون عندنا ثلاث طبقات. اول طبقه عندنا اللي هي ميوكس ميوكسيكيشن دي السيك والبيسيك والالكالاين. تمام. بعد كده عندنا الميوكوزال سيلز نفسها اللي بتمنع الهيدروس اوتوكول سواء عن طريق اليمن بوردر او عن طريق التايت جنكشن اللي فيها. وكمان التيرن اوفر بتاعت السيلز دي اللي بتتم بسرعه كل ثلاث ايام ثلاث خمس ايام. فكمان عندنا بروستا جلاند اللي بتعمل بتزود بتعمل بوزيتيشن بيرفكت اكشن بتخليه يعمل ريبير بسرعه وبتقلل اتش اكسكيوشن. وكمان عندنا اخر حاجه بقى الهيد فيد ده اللي هي عبريه التيرو جاسترون او التيرو جاستريك سيلز اللي بتقلل اتش سيل اصلا. تمام. ايه الحاجه اللي بتبوظ الجاستريك ميوكوزا البارير؟ الالسر اللي هو اما الاتش سي ال زاد او اما اللي فيه حصل بيت داون من البارير ده. تمام. الاتش سي ال زاد حصل اما جاستريك سيلز ريفلكس او رابيد كوكوليشن اوف ستومك او جاستريك في تيومر في بارتا سيل او بس او جي سيل. تمام. اما بقى لو بمناسبه التيومر سيباسي ايه هي الزولينجر اديسون سندروم؟ انت عبارة عن جاسترين سكريتنج تيومرز دي هتزود الاتش سي ال. طيب انت قلت بريك داون، ممكن اسالك سؤال مباشر، انا لو خدت اسبرين كتير الناس اللي بتنتحر من الاسبرين يا ترى ليه بيجيلي بابتيك الالسر؟ هيزود ايه في البوستر جلاند اللي هي اصلا كانت بتمنع بتمنع السكريشن بتاعت الاسيد. صح. ازاي؟ هو هيقفل البوستر جلاند او يمنع شغل ازاي؟ الاسبرين بيعمل انهبيشن للسايكل اوكسجينيز انزايم اللي كان بيحول الاراكيدونيك اسيد لبروستا جلاندز هي حته ميه بس دي مهمه جدا. اسبرين والكهول وعارف الانتي روماتيك دراجز دايما واحنا طلبه كنا عارفينهم بثلاثه ايه؟ اسبرين الكهول انتي روماتيك دامج ليه؟ الجاستريك ميوكوزا البارير. ده هيجرني لنقطه ثانيه مهمه، بيبتيك السر اشهر مكان يحصل فيه هو فين؟ برافو. واشهر بكتيريا تسببه اسمها هيلكوباكتر بكتيريا. تمام. ولو انا جالي بيبتيك السر ايه الكومبليكيشنز اللي تظهر لي؟ اما هيموريج عشان الالسر دخلت اعصاب الميوكوزا اللي فيها. تمام. او بريفريشن ستيم بول. تمام. يعني اوت في جاستريك اوت في الاوبستراكشن واهم واحده يحصل له اريتيشن اللي هو بالكريتاكس. تمام. وممكن يحصل لي حاجه اسمها هيماتاماسيس ان انا ارجع دم او ميلينا اللي هو الاستول بيبقى غامق شويه وبيبقى فيه دم. صح. طب اعالج ازاي البيبتيك السر؟ مش هقول لك بقى درامس المره دي، هقول لك عن طريق السيرجري. اما فاجوكتومي او انتريكتومي. يعني جاستريكتومي اقطع جزء الانترا بتاع الاستومك اللي بيرفع الجلسه اللي عالي او اقطع الفيجاس. وهنا بقى في الفيجاس عايز انبهك لنقطه، ما تقولش فيجاس بس او فاجوتومي، هاي سيلكتيف فاجوتومي. هنقي الحته بتاعت الفيجاس اللي رايحه للاستومك او كده. طب بمناسبه الاستومك، احنا عندنا انترم وعندنا بادي وعندنا بايورس، لما بنقول بريستالسيس انا قصدي بتحصل في الانترم، بتحصل في الانترم ولا البادي
المكان نفسها بتاع الفندس. تمام. بس الفندس بيبقى الويك، بيبقى فيها ويك. تمام. اقوى حاجه فيها في الانترا. تمام. ده يجرني لسؤال مهم، هو الفندس ليه ربنا خلى البريستلسس فيه ضعيفه؟ عشان ده بيبقى فيه جازز، يبقى ستورج اوف جازز، ما بيبقاش فيه كونتراكشن، كمان فيه سنور ماسل. تمام. وبالتالي بيبقى سيك، فبيقدر ان هو يعمل الشغل ده. تمام. صح. في نقطه مهمه، ايه الدراجز اللي المفروض تديها لعلاج الكبتيك ألسر؟ الكبتيك ألسر هنشتغل بقى اول حاجه اما في الماسكرين ريسبتور عن طريق اتوبين. تمام. في الاتش 2 ريسبتور عن طريق سي او بي. تمام. في الهيدروجين بوتاسيوم بامب عن طريق كومبريسور. تمام. هنقفل ممكن نقفل بعد كده، لا بعد كده ممكن انت اسيد دراج. تمام. مثلا صوديوم اتش سي او 3. هسألك سؤال يا باسل، زمان كانوا بيعالجوا الكبتيك ألسر بحاجة ممكن تضحكك، كانوا بيشربوا العيان لبن. الميلك يقدر يعالج الكبتيك ألسر ازاي؟ او الميلك اللي في الفلاكتوز مثلا؟ لا، هو الميلك بيبقى فيه فات، وطالما فيه دهون هيطلع كوليسيستو كاينين فيوقف الاتش اس ال. دي كانت حركه بيعملوها زمان غريبه شويه، بس كانوا بيشربوه لبن. صح. ودلوقتي في حاجه ثانيه اسمها انتي بكتيريال، هو كمان بقى انتي بكتيريال بس. تمام. وفي حاجه اسمها اللزق اللي هو السكليروسيرابي، بس دي جراحه يركبوا له رايل ويدخلوا له انبوبه ويحاولوا ان هم يلزقوا الجزء اللي هو اتقطع ده. تمام. ده هيجرنا لنقطه مهمه جدا، البنكرياس. عايزين نتكلم عليه. في بنكرياتيك انزيمز، قول لي بنكرياتيك بروتيوليتيك انزيمز هم مين؟ بنكرياتيك بروتيوليتيك كيموتريبسينوجين، كاربوكسيك تريبسينوجين، وكمان عندنا في كولاجينيز والاستيريز. نقف سنه، هو التريبسين كان بيتكون ازاي؟ التريبسين كان اول حاجه كان تريبسينوجين عن طريق الانتيروكاينيز الموجود في السباينال بوردر. تمام. حلو. الانتيروكاينيز في السباينال بوردر فين بالظبط؟ تمام. اللي فيها الفلاي. هنقف سنه وانقلك على الانتستين. عارف هنعمل سويتش دلوقتي، هو الفلاي دي بتزود السيرفيس اريا اوف ابزوربشن كام مره؟ اول حاجه في عندنا في الفولدنج اللي هي 6 فلايز دي 3 مرات. تمام. بعد كده 10، بعد كده مايكرو فلاي 20، يبقى الموضوع 600. 3 في 10 في 20 600. صح. فيها فلاي، والفلاي زي صوابعي، كان ما بينها بيبقى في كريبس او شو اسمها، كريبس اوف او الليبر كول، هي اللي فيها الليبر كول. تمام. هنرجع تاني لموضوعنا، كمل. انت قلت في بوزيتيف فيدباك ما بين ترابسين وتريبسينوجين. تمام. انا عايز اسال سؤال هنا مهم، تريبسين بيتفلس اكتف ولا ان اكتف؟ طبعا. لغايه ما يوصل لفين؟ لغايه ما يوصل للدوم بتاعت ال. تمام. هو انا ليه عايز افريزه ان اكتف؟ خايف من ايه؟ عشان لو اشتغل اكتف هيكسر الكاتيت مش اصلا نفسها، لما مش الكاتيت مش اصلا بروتين. تمام. هيعملها ديجيشن. هيعمل لها اوتو دايجيشن. كلام جميل. طيب ده هيجرنا لنقطه ثانيه، والسؤال ده طبعا ليك يا باسل بما انك ما شاء الله من الاوائل. في سنه اولى كنا بنقول ان البنكرياس ممكن يطلب في السي في اس، فاكر فين؟ فاكر فين؟ لو في بنكرياتايتس او حصل اوبستراكشن. صح. وفكرك بجمله جميله قوي، حاجه كان اسمها مايوكارديال توكسيك فاكتور. فاكر لما البنكرياس كان بيتفضل كان بيطلع كيميكال سابستنس بيلف في الدم يروح المايوكارديا ويمنع الاكسيتيشن كونتراكشن كابل. صح جدا. هو تريبسين بيحول ايه؟ لما يعني بيحاول تقول بيبسينوجين، ممكن بيبسين، قصدي ممكن يحول كمان حاجات ثانيه، كايموتريبسين او كمان امينو بيبسينوجين. صح. رو الاسبيز والحاجات دي كلها. في نقطه تهمني جدا عايز اقولها، لو انا هتكلم عن الستول، لو انا عندي اكيوت بانكرياتايتس، اكيوت بانكرياتايتس، يا ترى الستول بتاع العين ده يتاثر؟ اكيوت بانكرياتايتس انا دلوقتي البنكرياس بتاعي اكيوت بانكرياتايتس، لما في بنكرياتيك انزايم. تمام. في عامل اوستاكشن ستاتوريا. تمام. عامل ستاتوريا معناها يعني ستاتوريا هو في فات كتير قوي، فات كتير في اول حاجه يبقى البي ال البيل بتاع البيل جامد قوي، وكمان في اوفن سكاب. تمام. كمان في الفات كونتنت بتاعته عاليه، فكمان انه اصغر. ده يجرب يقول لنا النقطة مهمه، ايه المرض الثاني اللي ممكن يعمل استياتوريا غير البنكرياتيتس؟ استياتوريا غير البنكرياتيتس هو اي حاجه اثرت على
نقول بدر قفلت نقول بدر او ايوه صح. مفيش بايثون مفيش بايثون. وجات في الام اس كيو بتاع النهارده السيرجيكال ريسكشن للترمينال ايليوم لان انا شلت الترمينال ايليوم برافو فالبايت سورت ما حصلش الانتيرو هيباتيك سيركيليشن. هسالك سؤال وتقوله لي من واقع ارقام مش كلام. ايه الدليل ان في انتيرو هيباتيك سيركيليشن؟ ان البايل سولت بيلف ويرجع من الانتستين الى الميفر. ممكن ناس من اللي سمعانا طب اثبت هيا 50% لا الرقم اللي انا عايز اثبته ان البايل سولت بيبقى 3-5 جرام لكن انا بكتشف ان مع الاكلة فلاقيهم كام؟ انا محتاج تخص كل اكلة 3-15 جرام بالظبط كده. معنى كده ان الخمسة تبقى 3-15 بيلف ويرجع 5 مرات صح بالانتيرو هيباتيك سيركوليشن استياتورية لسه في الستول برضو عشان الناس اللي سمعانا تبقى دماغها لسه استمع. هو مين اللي مسؤول عن الستول اودر؟ الستول اودر دي البكتيريا الموجودة في الستول صح كان ليها اسم مش ليها اسم اندول وسكاتول سكاتوكسول اندوكس تمام. ومين المسؤول عن الستول ككالر؟ البايل بلو بيبدل تمام. ومين المسؤول عن الاسيديك رياكشن اوف ذا ستول؟ اسيديك رياكشن اوف ذا ستول دي اللي هاج ميسكليشن تمام اللي هو الاسيديك رياكشن نتيجه الدايجشن اوف كاربوهيدرات ريزيديوس من البكتيريا. طالما جبنا سيره البكتيريا قول لي ايه فايده الانتستاينال بكتيريا او الكولونيك بكتيريا؟ اول حاجه ان هي تفرز جاز زي سيوتون والهيدرين تمام مسؤوله كمان ان هي ممكن تعمل صنع بعض الفيتامين زي فيتامين بي 1 وبي 2 وفيتامين بي 12 تمام هي المسؤوله عن البيجمنتيشن بتاع الاسطول عن طريق الميلوبين تمام. وكمان اخر حاجه ان هي بس دي طبعا حاجه وحشه ان هي ممكن عن طريق كده ممكن تعمل امونيا. الامونيا دي بتدخل جوه بتحول الى يوريا. طبعا لو ما فيش يوريا بقى تسبب مشاكل في وتعمل هيباتيك انكفالوباس والكلام ده كان تمام. طب لو جينا اتكلمنا على الكولون كان مميز قوي بحاجه اسمها هوستريشنز تمام. يعني ايه هوستريشنز؟ هوستريشن دي عامل كده سيجمنتيشن موفمنت. هوستريشن دي بسببها ايه؟ ان الاوتر لونجيلنال ماسلز اقصر من الانر سيركلر فبالتالي بقى يعني بدكك حاجه بتبوظ اللي هي الاوت باتشنج تمام. لان هم بيقولوا ان هي بتبقى اقصر من الكولون نفسه اللي هو التينيا كولاي دي فبتعمل اكياس او الهوستريشنز دي تمام. سمعت عن حاجه اسمها ماس موفمنت؟ طبعا تمام. دي مسؤول عن البريستاتس الجامده قوي بتحصل في الكولوم دي بتبقى غالبا مره او ثلاث مره بعد البريكفاست تمام. ممكن توصل لغايه 3 مرات ولو ما حصلش بتعمل انفكشن تمام. والدايركت افكت والاستمرارية بتاعتي اللي هي الجاستر كوليك والانتيرو كوليك ريفلكس. وفي هرمون برضو يساعد عليها بالظبط هو الجاستريم تمام. ده هيجرنا لنقطه ثانيه مهمه جدا تمام. كلنا عارفين ان الكولون بتخزن الفيسز تمام وان طبعا بتبقى مسؤوله هي او الريكتم عن الديفيكيشن. هو الديفيكيشن ازاي اقدر اعمله اتحكم فيه فولانتري؟ فولانتري يعني طريق اكسترنال الى سفنكتر ده كورتيكال اريا هي عن طريق سمبثاتيك هي تبعت الكونتراكشن تمام. لو الكونديشن بتسمح فيه اعمل الكونديشن سمبثاتيك واعمل ريلاكسيشن اطلع الديفيكيشن تمام اللي هو البيوداند النيرف والكلام ده جميل. طيب في سؤال سمعت عن اللاكتيز انزايم؟ اللاكتيز انزايم تمام ده مسؤول عن حول اللاكتوز الجلوكوز الجزء الجلوكوز. لو قل اللاكتيز في حاجه اسمها ايه؟ لاكتوز ديفيشنسي سيندروم او لاكتوز انتولرنس او لاكتوز انتولرنس تمام. دي اللاكتوز ده اوتوماتيكلي اكتيف سابنس هيسحب ميه كتير قوي من بره فبالتالي هيسحب ميه كتير قوي فممكن يعمل دايريا. او السبب الثاني ممكن كمان تشتغل عليه البكتيريا بتاعت الكولون فبتعمل جاز كوليك تمام. الكونستيبيشن اسبابها ايه يا باسل؟ الكونستيبيشن اول حاجه اهم الارهاق اللي انا اعمل كونستيبيشن تمام. ثاني حاجه ممكن يحصل تومر او استراكشن للكول نفسه تمام. ثالث حاجه مفيش ماس موفينج او خامس حاجه الكونستيبيشن افكس حسب فيه قطع او غيره تمام. وممكن يبقى طب ايه الاندوكراين ديزيز اللي ممكن يعمل كونستيبيشن؟ كونستيبيشن اندوكراين ديزيز ممكن بقى هيدك ممكن يعمل اندوكراين اندوكراين كونستيبيشن اتش زاد قوي استحمل ميه كتير قوي هايبوثايروديزم يعمل كونستيبيشن والعكس هيعمل دايريا. طيب اخر سؤال في الجي اي تي انا عارف ان الجي اي تي فيه بصراحه شغل كتير. طيب اخر سؤال مهم جدا بالنسبه للبنكرياس
برضو في نقطة مهمة أنا عايز أقول عليها، إيه الفرق بين بنكرياتيتس وإيه الفرق أكيوت وكرونيك؟ يعني لو إحنا اتكلمنا على البنكرياتيتس أو البنكرياتيك إنفلاميشن، في الأكيوت إيه اللي بيحصل على طول؟ هو الأخطر ولا الكرونيك؟ في الأكيوت بنكرياتيتس هو حصل فيه مشكلة جواه حصلت، فممكن تريبسينوجين تحاول تريبسين جواه بسرعة قوي ممكن يعمل ديجريشن للبنكرياتيك تيشو. تمام، هو الأخطر فعلا. طب وبيبقى مين اللي يعمل أكيوت بنكرياتيتس حالا؟ انا ممكن مثلا ممكن اما البنكرياس الاناتومي بتاعه ورا الاستومك على طول، ففي لو ألسر هي اللي تاثر عليها على طول. تمام، او الالكول اللي هو فكره الالكول يعني كده. شكرا جدا يا بيسر.